يعمل المهندسون بجد لتصميم طرق حديثة تجعل القيادة أسهل، وذلك يشمل الطرق المتوهجة في الظلام، الطرق المصنوعة من البلاستيك وغيرها الكثير. في هذه الحلقة أصدقائي ستتعرفون معنا على أحدث التقنيات التي يسعى المهندسون من خلالها لتطوير طرقاتنا. سلام من الله عليكم متابعي قناة هل تعلم؟ الطريق المتوهج في الظلام. القيادة سهلة خلال النهار مقارنة بالليل. قد يكون الافتقار إلى الأضواء مخيفاً جداً وخطيراً في بعض الأحيان. لهذا السبب يحاول المهندسون مساعدة السائقين بتطوير طرق متوهجة في الظلام. لا تتوقع أن يكون الطريق بأكمله محيطاً بالأضواء الساطعة، فكل ما في الأمر هو وجود علامات مشعة على طول الرصيف لمساعدة سائق السيارات على رؤية حدود الطريق. هذه التقنية أرخص بكثير من الأضواء الكهربائية، وهي صديقة كذلك للبيئة. لكن كيف تعمل بالضبط؟ حسناً، هذه العلامات التي تتوهج في الظلام كلها مصنوعة من طلاء خاص يمتص الضوء أثناء النهار ويقوم بتحريره في الظلام. لذلك بحلول الوقت الذي تغرب فيه الشمس يكون ذلك الطلاء جاهزاً لإنارة الطريق. وإذا كنتم تعتقدون أن ما نتحدث عنه مجرد فكرة سيتم تطبيقها في المستقبل، فسوف نخبركم بأن هذه التقنية تم استعمالها بالفعل على الطريق السريع رقم N329 في هولندا، حيث تمتد هذه العلامات المتوهجة لمسافة 487 متراً، وهي تتوهج لمدة 8 ساعات كاملة كل ليلة. الطريق الشبكي. يتم بذل الكثير من الجهد لإنشاء طريق جديد، فذلك يتطلب إجراء الكثير من الحسابات للحفاظ على جودة العمل، وتقنية الطريق الشبكي تجعل إنشاء الطرقات أسهل بكثير وأرخص أيضاً. تعتمد التقنية على شبكة ثلاثية الأبعاد تسمح للعمال بإعداد قاعدة مرنة للطريق، وهي قاعدة قوية يمكنها الاندماج بسهولة مع الإسفلت والخرسانة. وبفضل هذه الشبكة يمكن أن يبقى الطريق بحالة جيدة لفترة أطول. تساعد هذه التقنية أيضاً في تسريع عملية إنجاز الطرقات، كما أنها تتمتع بخصائص أخرى من بينها التقليل من تأثير مياه السيول على حالة الطريق. إضافة إلى ذلك كله، فإن نفاذية الشبكة تساعد على تهوية الطريق والحفاظ على درجة حرارة منخفضة خلال الفترات الحارة من السنة، مما يمنع ظهور الصدوع والتشققات. هذه التقنية صالحة للاستخدام إذا تعلق الأمر بالأسطح المائلة أيضاً، ولذلك فأقل ما يمكن قوله عنها هو أنها تقنية مثالية. الطريق البلاستيكي. يمثل البلاستيك خطراً يهدد الإنسانية. إنه متواجد في كل مكان تقريباً، بما في ذلك داخل أجسادنا على شكل جزيئات ميكروبلاستيكية. لذلك ظهرت العديد من المبادرات الجديدة لإعادة التدوير وإعادة استخدام البلاستيك بدلاً من رميه في سلة المهملات باستخدام واحد. ومن بين تلك المبادرات دمج البلاستيك مع الطريق. حسب بعض التقارير فإن إنتاج الخرسانة يساهم بحوالي 8% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية. وبما أن الخرسانة مصنوعة من الحجارة مثل الجرانيت الممزوج مع الرمل، إضافة إلى الإسمنت وبعض المواد الأخرى، فقد تم اقتراح استبدال بعض تلك المواد بمواد أخرى مصنوعة من البلاستيك. كانت الهند ترمم طرقاتها عن طريق ملء الحفر بالبلاستيك لعدة سنوات، كما أن المهندس البريطاني توبي ماكارتيني طور طريقة لتحويل البلاستيك المعاد تدويره إلى كريات يمكن إضافتها إلى الإسفلت لتقليل استخدام المواد الأخرى التي تدعم الطريق. وقد تبث أن تلك الكريات البلاستيكية تزيد من قوة الطريق وتجعله يصمد لفترة أطول. وعليه فإن المهندسين اليوم يرون بأن الاعتماد على البلاستيك هي عملية تعبيد الطرقات ستكون له العديد من الفوائد، وأهمها الحفاظ على البيئة. اليوم تم اعتماد هذه التقنية من طرف المملكة المتحدة رغم عدم خلوها من السلبيات، حيث أن بعض جزيئات البلاستيك التي يتم استعمالها يمكن أن تتسرب بعد ذلك إلى البيئة المحيطة بالطريق، وبذلك تكون مصدر تلوث يضر بالبيئة وبصحة الإنسان أيضاً. الطريق الأحجية. قد تنال هذه التقنية إعجاب أولئك الذين يعشقون تركيب الأحاجي،
تم تطوير تقنية من طرف شركة هولندية، وهي تتمثل في قطع بلاستيكية كبيرة يتم تركيبها جنبا إلى جنب مثل الأحجية، وذلك لتشكيل الطريق، وهي مصنوعة من البلاستيك المعاد تدويره. تصميمها المجوف يجعلها أخف بأربع مرات من الإسفلت، كما أنها تتيح تمرير الأنابيب والكابلات بدون عملية حفر. إضافة إلى ذلك، فإن هذه التقنية تسمح بتصريف مياه الأمطار بسهولة عكس طرق الإسفلت. مع هذه التقنية لن يعاني السائقون من أشغال الصيانة المستمرة التي تتطلب تدمير الطرق كلياً وإعادة تعبيدها مرة أخرى، كما أن تصميمها الرائع يعطي الطريق مظهراً جميلاً مقارنة بالطرق التقليدية. الجدير بالذكر هو أن هذه التقنية تم تجربها بالفعل في هولندا بداية من سبتمبر من عام 2018، وذلك بعد افتتاح مسار للدراجة الهوائية تم إنجازه بالكامل بواسطة قطع بلاستيكية. قد لا تكون هذه التقنية مناسبة للطرق السريعة الكبيرة، لكنها مثالية للطرق الصغيرة. إشارات المرور المتزامنة. الازدحام المروري مزعج جداً، وهو يحدث للعديد من الأسباب، ومن بينها حوادث المرور، أشغال الصيانة، والإشارات الضوئية أيضاً. يمكن للازدحام المروري أن يحول رحلة مدتها 15 دقيقة لرحلة تدوم أكثر من ساعة كاملة، لكن إشارات المرور المتزامنة تساعد على حل هذه المشكلة. تعتمد هذه التقنية على جعل الإشارات الضوئية متطابقة في التقاطعات المتتالية، وذلك لزيادة وتيرة تدفق حركة المرور على الطريق. تبذل الكثير من المدن جهدها اليوم لتطبيق هذه التقنية، وذلك بعد نجاحها في لوس أنجلوس التي تعتبر أول مدينة في العالم تنجح في مزامنة كل إشارات المرور الضوئية البالغ عددها 44 ألف إشارة، حيث تعمل كل الإشارات بالتنسيق مع مستشعرات مغناطيسية مثبتة على الطريق لقياس تدفق حركة المرور، كما أنها تعتمد أيضاً على مجموعة من الكاميرات ونظام حاسوب مركزي يمكنه استقبال المعلومات من المستشعرات وحتى من الأقمار الاصطناعية أيضاً. الأمر أشبه بأن تكون إشارات المرور قادرة على التواصل مع بعضها البعض لتقليل الازدحام المروري في المدينة. المطبات الذكية. ينزعج الكثير من السائقين أثناء المرور عبر الطريق بتواجد مطبات، بحيث أن تلك المطبات أحياناً تتسبب في الضرر للسيارات، كما أن التقليل في السرعة في كل مرة لعبور تلك المطبات يزيد من انبعاثات المحرك، وبذلك تصبح تلك المطبات عدواً للبيئة. لكن مع المطبات الذكية فإن الوضع مختلف تماماً. تعمل هذه المطبات بفضل مستشعرات سرعة يتم تثبيتها على الطريق، وإذا كانت السرعة للسيارة أقل من 40 كيلومتراً فإن المطب يبقى مندمجاً مع الطريق، حيث يمكن للسيارة أن تعبر فوقه دون أن يشعر السائق بذلك. أما إذا زادت سرعة السيارة عن السرعة المحددة فإن المطب سيرتفع نحو الأعلى ليجبر السائق على تخفيف سرعته. والجدير بالذكر هو أن هذه التقنية تم تجربها بالفعل في مدينة جوانا خوانتو المكسيكية على طريق يمر أمام إحدى المدارس، وقد أثبتت نجاحها. تنبيه المنعرجات. في خطوة لجعل الطرق الجبلية أكثر أماناً، تم تطوير هذه التقنية التي تخضع اليوم للتجارب في بعض المناطق في الهند. تعمل هذه التقنية بفضل نظامين متصلين ببعضهما البعض إلى جانب المنعرج، حيث يتكون كل نظام من جهاز اتصال، نظام رادار، ونظام تحذير صوتي. أما مصدر الطاقة فيتمثل في الطاقة الشمسية. يكشف كل نظام من النظامين المتواجدين على جانبي المنعرج عن سرعة السيارات التي تسير عن الطريق ومدى قربها من المنعرج، وبعد ذلك يعطي إشارة للنظام المتواجد على الجهة المقابلة ليقوم الأخير بتنبيه السائقين عن طريق إشارة صوتية وضوئية أيضاً. صحيح أن هذا النظام يعمل بطريقة معقدة من الناحية التقنية، لكنه مفيد جداً خاصة حين يتعلق الأمر بحماية الأرواح. الطريق الجامع للبيانات. أصبحت البيانات المختلفة ضرورية جداً هذه الأيام، ولذلك أصبح الحصول على طريق بإمكانه جمع البيانات أمراً حتمياً، خاصة بعد تطور السيارات التي أصبحت اليوم قادرة على الاتصال بشبكات الإنترنت بسهولة
ذلك جعل السلطات تتطلع لجمع أكبر قدر ممكن من البيانات واستغلالها لتحسين حركة المرور. ذلك يشمل السرعة، ظروف القيادة، وحتى حالة الطريق. كلما كانت البيانات التي يتم جمعها أكثر، كلما أصبح من الممكن التعرف على المشاكل التي يواجهها السائقون عن طريق إيجاد حلول لها. يعمل الطريق الجامع للبيانات بواسطة نظام متكامل يجعله قادراً على جمع معلومات بخصوص سرعة السيارات وحركة المرور بشكل عام، مما يجعله قادراً على تعديل إشارات المرور الضوئية للتخفيف من الازدحام. كما يمكن للنظام التعرف على المركبات التي تسبب أكبر قدر من الانبعاثات أثناء تخفيف سرعتها ومحاولة تسهيل عبورها. كما يمكن للنظام تحديد العوامل الرئيسية التي يمكن أن تتسبب في الحوادث في منطقة معينة في الطريق، سواء كانت تلك العوامل عبارة عن إشارة ضوئية أو تقاطع أو خلل في الطريق يتطلب صيانة. أعزائي متابعي قناة هل تعلم؟ إذا أحببتم دعمنا لكي نستمر، يمكنكم الضغط على الرابط في الوصف. أو على يوتيوب. ثانكس. إن أعجبكم موضوع اليوم من قناة هل تعلم، فلا تبخلوا بالإعجاب والاشتراك. يمكنكم أيضا متابعة فيديوهاتنا السابقة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم.